بكم مشاهدينا إذا في هذه التغطية المباشرة. وزير الصحة والتضامن في ولاية البويرة للاطمئنان على الضحايا طبعا أو جرح الحادث المروري بتكجدة، طبعا الحادث الذي وصف بالمأساوي نظرا لعدد الضحايا 10 قتلى وطبعا 35 جريح في تم نقلهم الى مستشفى طبعا الولايه ولايه البويره. طبعا الحادث امس كان نتيجه انقلاب لحافله تقل مسافرين على ما يبدو كانوا في رحله الى تكجده. طبعا في هذه الاثناء وزير الصحه ووزيره التضامن طبعا في زيارة إلى مستشفى البويرة للاطمئنان على صحة الجرحى وجرحى الحادث المأساوي هناك. إذن مشاهدينا في هذه الأثناء وزير الصحة السيد عبد الحق سيحي وكوثر كريكو وزيرة التضامن في زيارة إلى جرحى حادث تكجدة المأساوي طبعا الذي راح ضحيته 10 قتلى و35 جريح طبعا يوم أمس في الطريق رقم 33 الرابط بين ولاية البويرة وتيزي وزو. طبعا في هذه الاثناء مدير او وزير الصحه عبد الحق سيحي رفقه مديره الصحه لولايه البويره في هذه الاثناء على المباشر ووزيره التضامن. انت كنتي معاها ولا؟ اختها كانت معاها. ولاباس في زوج؟ طيب لاباس، اختها ثاني مكسره الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله يا ربي الحمد لله. قطع الله ما شاء فعل. شفى عليها. الحمد لله. الحمد لله. هذه جات من عند ربي. قطع الله ما شاء فعل الحمد لله يا ربي. ومهما كانت الظروف الدوله راهي واقفه معاهم بالوحده. الحمد لله. فهمت؟ وحاجه ما تخص الحمد لله لا من ناحيه الدواء وشتي البارح كامل كل البويره بالشعب نتاعها والمواطنين نتاعها البويره كامل راحت للمنطقه وجات هنا البارح حتى الاطباء والممرضين كانوا بزياده ربي الحمد لله. انتي دركا الناحيه النفسيه لازم ديما معاها وحنا رانا معاها ان شاء الله ان شاء الله ما يكون غير خير. بعد تجي عندي كي تنوضي تنوضي تجي عندي عما نسناك ها ربي يشفي عليهم ما عندكش ستار ضروري هي الحمد لله صابر هو يتعافى الحمد لله. هذه امور جات من عند ربي وحنا رانا هنا ونديروا فيها مع الخرجه ماتش انا وياك اذا حبيت واش سميت
باك تقول من مركيلكش البيت ولا مركيلك ها ها ما تخليهش اه مركيلك ماشي مركيل ها تخليني المركي كيفاش هو اسمك ها تيفو سيفو سيفو سيف الدين ربي يشفيه ان شاء الله لاباس لا لاباس الحمد لله وهذه امور تاع ربي يعني مش يدير الواحد الله غالب إذن مشاهدينا الكرام نذكر فقط بأن وزير الصحة عبد الحق سيحي وأيضا وزيرة التضامن والأسرة طبعا كوثر كريكو في زيارة لضحايا حادث تجدة المأساوي بالمستشفى مستشفى ولاية لبويرة. ملاك هاي تضحك ها أكي شافت وزيرة المرأة وش رأيك؟ ها؟ أخوك صافا تعبان لبس مليح ها؟ لا عنده خوه دار كان مع خوه في كيزة بنت عمك انتوما فاميليا الحمد لله ربي يشفيكم ان شاء الله إذا مشاهدينا في هذه الأثناء طبعا كما كنتم تتابعون زيارة تفقدية لضحايا حادث تيك جدة المأساوي إذا وزير الصحة ووزير عبد الحق سيحي طبعا ووزيرة التضامن كوثر كريكو يحطان الرحال بمستشفى البويرة شرف قالوا لي الساعات الاولى وكانت الجمعه جيت وقمت انا يدوك راني فاتح عندي انا كونت ليكو تحتاج حاجه قلت لا ما مرضش عمره ما مرضش لو كان مرض لو كان انت ما كانش عندك الصحة هذه وما كانش عندي انا الفضل الهادو ها هو الفضل ده في كورونا وغير كورونا قطاع الصحة اسمع احنا كنا صبيها كنا الصحة مريضة غير يسحقوا الامكانيات في 24 البارح الحمد لله وقفوا الكورونا وقفوا البارح صح نسحقوا الامكانيات البارح الامكانية كانت متوفرة الدولة لما تكون امور تحتاج الى وقوف عمرها ما الدولة رجعت للور حنا كنا نقولوا السبيطار راه ديمارو الحمد لله ثاني هم ديمارو اي ديمارو كلشي يمشي كلشي يمشي هي قضية الرجال الدولة عمرها ما رجعت للور هذه لازم تعرفها قاعدة اذا كان كاين فيه ديفو حنا الديفو لان الدولة قائمة وكان تشوف مثلا النتائج اللي وصلنا لها في الصحة من 52 سنة 60 سنة كان عمر لونجيفيتي ليسبيرونس دو في كانت 52 سنة يموت السيد الآن رانا في 78 سنة هذا واش فضل تاع التطعيم وتاع مصالح الصحة وفضل تاعها والحمد لله دونك النقايص في كل اسمع وحنا في كل مرة لازمنا نوقفوا باش هذا النقص ينقص لازم الدعم دعم دعم الدعم كاين شوف دعم. القضيه قضيه رجال ونساء اما الدعم اذا كان نحت الدوله انا ناكدها لك عمرها ما الدوله ما تراجعت في حق المواطن هذه ديها قاعده ورانا نقولوها كاخوه ماناش نقولوا فيها رانا مزايده ولا لا كاخوه الدوله دائما وقفت وتبقى واقفه شويه هنايا على الوقيطه هذا
ها كاين مشاريع رايحة تفتح، دروك حنا نهضروا على هذه برك. بارك الله فيك. يجوا كامل هنا وما يجوش كل حاجة وقتها. إذا مشاهدينا الكرام، هذه صور مباشرة لوزيرا الصحة عبد الحق سايحي وأيضا وزيرة التضامن كوثر كريكو، اللذان يزوران في هذه الأثناء ضحايا حادث الجدال المأساوي بالمستشفى، مستشفى طبعا ولاية البويرة، طبعا ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بالأمس على الطريق الرابط بين ولاية تيزي وزو والبويرة رقم 33، وأودى بحياة 10 أشخاص و35 جرحى. لاباس؟ رم لاباس؟ الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. الإنسان يقول رحم معلمات وربي يرحمهم. ربي يرحمهم، ربي يرحمهم. هذه قدر الله ما شاء فعل، والإنسان الحمد لله. ورانا هنا معاكم. مكتوب ربي، مكتوب ربي وخلاص. هذا ولادك في زوج؟ لا، هذا واحد منا، واحد من 15 سنة. أو لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. ها هاي المرأة قوية ان شاء الله، يا ربي يجيب الشفاء، ربي يجيب الشفاء ان شاء الله. انا يعني بعد نتبع نشوف كي تنوضي. ها ربي يشفى. اذا مشاهدينا، نذكر فقط بانه كان بالامس ايضا والي ولاية البويرة قد تنقل الى المستشفى، مستشفى البويرة، وللاطمئنان طبعا على حالة المصابين طبعا، وفي الساعات الأولى بعد الحادث. وعلى أثر ذلك إذا بعث رئيس الجمهورية بتعزيه طبعا لأسر الضحايا من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي. إذن وزيرا الصحة اليوم أيضا يقومان بزيارة لضحايا حادث تكجدال المأساوي بمستشفى ولاية البويرة، أين يتلقوا العلاج وطبعا للاطمئنان على صحتهم في هذه الأثناء. طبعا ذكر بأن الحادث المأساوي أكيد خلف 10 قتلى مشاهدينا و35 جريح إثر انقلاب حافلة كانت تقل طبعا مسافرين أو حافلة نقل المسافرين طبعا في الطريق الوطني رقم أو في الطريق رقم 33. الله يبارك فيك. ما شاء الله، ما شاء الله. كيكلم الأم تاعو عندها لاتونسيون، يعني عرفت كيفاش يلحق لها الرسالة يعني. سيدي الوزير. السلام عليكم. وراه هذا من الأطفال اللي سلك العائلة تاعو، يعني أخته الكبيرة وولد أخته، ولد أخته راه في الشريط الأول. تبطل لما لا. بطل الله يبارك. الله يبارك. وممكن يكلم على الوليدة تاعو. يعني عرف كيفاش يلحق لها الرسالة يعني ما شاء الله، يعني أنا سميته أسد من أسود الجزائر إن شاء الله في البطل. مالا هذا لازم مع الحماية المدنية. لازم. يعني الأب تاعو راه في الصحراء يعني، والأم تاعو راه في الأربعاء هكذا. يعني حتى تاريخ الميلاد تاعو قال لك الاثنين 17/3/2010 هكذا سي أيمن. الله يبارك. هي معك الوزيرة. معك الوزيرة. إن شاء الله الحمد لله. شوف، هو المهم ثاني في الحوادث هو التكفل النفسي. احنا جندنا كل الخلايا الجوارية والمختصين النفسيين بالنسبة لقطاع التضامن الوطني وقطاع الصحة باش يكون تكفل نفسي بالأطفال خاصة فيه نساء، وبالتالي حتى راني نشوف انه فيه رد فعل مليح نتاع الأطفال مع كل الأطباء والخلايا الجوارية كانت مليحة، والتغطية الصحية كانت مليحة يعني، والأطباء شاملة والممرضين نبكي ما ويصبرني الأمانة. خلاص هذا تسمها والاختصاص وبين وانا راه واش دير من بعد كي تكبر. ها حماية مدنية.
إذا مشاهدينا كما كنتم تتابعون طبعا وزير الصحة عبد الحق سايحي وأيضا وزيرة التضامن كوثر كريكو أثناء زيارتهما طبعا إلى ضحايا حادث تيك جدال معي. إذن نذكر مشاهدينا بأنه الحادث المأساوي أكيد خلف 10 قتلى و 35 جريح إثر انقلاب حافلة للمسافرين نقل المسافرين بالطريق رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة. طبعا الحادث وقع في حدود الساعة 4:16 أمس الجمعة. على ما يبدو حسب المعطيات والمعلومات الواردة أنه الرحلة أو طبعا الحافلة كانت تقل مسافرين بعد رحلة إلى تكجدة. نعم. إذن مشاهدينا أيضا شفنا أنه الأمس والي الولاية ولاية البويرة أيضا كان في زيارة للضحايا للاطمئنان عليهم خاصة الجرحى طبعا. وأيضا على إثر ذلك رئيس الجمهورية غرد على مواقع التواصل الاجتماعي طبعا إثر هذا الحادث الأليم وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين. ذكر أنه الحادث خلف 10 قتلى و 35 جريح. إذن مشاهدينا في هذه الأثناء طبعا وزير الصحة يستمع للطاقم الطبي بمستشفى البويرة وطبعا في إطار زيارته للاطمئنان على ضحايا حادث تيك جدال المساوي طبعا بمستشفى On le fait au quotidien, mais quand il y a des événements comme ça, c'est uniquement une accumulation. On le fait pour l'ensemble, mais c'est ça le plus important. Et hier, ce que j'ai appris, c'est qu'il y avait tout le personnel qui était là, un vendredi. Oui, c'est vrai. Et puis toute la population. Anna Menkhiler, comment? إذن مشاهدينا في هذه الأثناء طبعا كما تابعتم وزير الصحة عبد الحق سايحي رفقة الشربون تاع الجي فيه الماء الدم قال لك سي با لابيل سكان البيرة قال لك رانا هنا وحنا اللي نمدوا الدم ونهار اللي بيسطح الاولين اللي راحوا الناس اللي طلعوا منه فور ريكيبيري صح ولا لا؟ هذه تحيه اجلال ما عنديش كلمه واحده اخرى ما عنديش كلمه واحده اخرى ثم البيرسونال تاعنا يعطيهم الصحه البيرسونال تاعنا يعطيهم الصحه. اذا مشاهدينا كما تتابعون في هذه الاثناء اذا وزير الصحه والتضامن بيزوران طبعا ضحايا حادث تيك جدا المأساوي بمستشفى ولاية البويرة. طبعا الحادث الذي خلف إذا 10 قتلى و 35 جريح وقع إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة بمنطقة تيك جدا. طبعا بتذكير فقط فأنه أيضا رئيس الجمهورية قدم تعازيه إثر هذا الحادث الأليم عبر تغريدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ربي يشفيك لاباس راهي مليحة تكفل نفسي يشوفي مادام راهي تضحك غير هي في لافامي. يا هي تخرج تخرج هي تخرج اليوم قلت لها سلامات يا بالامس ايضا مشاهدينا كان والي
ولاية البويرة أيضا، وأثناء الساعات الأولى طبعا لوصول الجرحى إلى المستشفى قام بزيارة الجرحى المصابين 35 بمستشفى البويرة، ضحايا حادث تيك جدا إذن الماسوي، قام بزيارتهم لاطمئنان عليهم ومدى التكفل الطاقم الطبي بالمصابين. أيضا قدم رئيس الجمهورية تعازيه الخالصة لأسر الضحايا طبعا العشر المتوفين، وأيضا تمنى الشفاء العاجل للجرحى المصابين وعددهم طبعا 35 مصاب إثر حادث مرور طبعا أدى إلى انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالطريق رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو والبويرة. في هذه الأثناء طبعا يستمع الوزيران لطبعا الشغالات الطاقم الطبي وأيضا أسر الضحايا، وأيضا حتى الضحايا يتبادلون ما طبعا معهم أطراف الحديث قصد التخفيف عن أو التخفيف من أثر الفاجعة، فاجعة الحادث المأساوي الذي أودى بعشرة أشخاص وإصابة 35 آخرين. طبعا الصور تظهر مشاهدينا أنه المصابين تم التكفل بهم على أحسن ما يرام طبعا، ويظهر ذلك أيضا جليا من خلال طبعا رسائل التطمينات التي يقدمها طبعا وزير الصحة رفقة وزيرة التضامن كوثر كريكو أثناء لضحايا هذا الحادث. ما خرجوش من اليوم الصباح خرجوا عفيرهم يجري يخرجوا يورا فيز دو سولاج. هذا واش قلت لهم؟ باش كان دوك عندهم استجابه قويه. دوك كاين خرجوا حنا كنروحوا كاين دي سولطون كيخرجوا يورا فيز دو سولاج. يا شو شو بلان إذا مشاهدينا صور مباشرة تأتينا من مستشفى البويرة وزيارة وزراء الصحة والتضامن اللذان يزوران في هذه الأثناء طبعا ضحايا حادث تكجد المأساوي بمستشفى البويرة، طبعا الحادث الذي خلف عشرة وفيات و 35 جريح والذي وقع مساء أمس الجمعة في حدود الساعة 4:16 على الطريق رقم 33 الرابط بين ولاية تيزي وزو وولاية البويرة. وعلى أثر طبعا هذا الحادث تنقل والي ولاية البويرة للاطمئنان أمس على ضحايا الحادث الأليم وضمان أيضا تكفل أمثل بالجرحى والمصابين. وعلى أثر ذلك أيضا إذا مشاهدينا كان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد غرد على مواقع التواصل الاجتماعي مقدما تعازيه الخالصة لأسر الضحايا ضحايا الحادث الأليم، وأيضا تمنى متمنيا أكيد الشفاء العاجل للمصابين. إذا صور اللباس نذكر فقط أنه هذه الصور تأتيكم مباشرة من مستشفى البويرة على المباشر ولزيارة وزير أو وزراء الصحة عبد الحق
سيحي والتضامن السيدة كوثر كريكو، طبعا في هذه الأثناء للاطمئنان على سلامة وصحة المصابين ومدى التكفل المقدم من طرف الطاقم الطبي. والوزيران أبديا اطمئنانهما وارتياحهما من التكفل بصحة المصابين الجرحى. راهم قايمين بكم يا اخي. إيه. وهذه جات حاجه من عند ربي يعني مرحبا بها. معليش. ربي يشفيك ما دام. ما يكون غير وراش. خير ان شاء الله. ما يكون غير خير. استمعون المشاهدين وتتابعون معنا على المباشر، وزير الصحه يتفقدان وزير الصحه الحق سيحي وايضا وزير التضامن كوثر كريكو يتفقدان. اذا المصابين مصابي الحادث الأليم حادث تيكجدة طبعا الذي وقع أمس وأدى إلى وفاة عشرة أشخاص وخمس وثلاثين مصاب. طبعا خلف هذا الحادث بالإضافة إذا مشاهدينا بالأمس أيضا كان الوالي ولاية البويرة قد تقدم إلى المستشفى بغية طبعا الاطمئنان على سلامة وصحة الضحايا المصابين. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قد غرد عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقدما تعازيه لأسر الضحايا طبعا وأيضا متمنيا الشفاء للمصابين. إذن مشاهدين